هذا ويشكل أطفال البحرين نموذجا متميزا في الالتزام بارتداء الكمامات، إضافة إلى المساهمة في تنبيه وتوعية أهلهم وذويهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لوقف تفشي جائحة فيروس كورونا. ثقافة ووعي كبير يمتلكه أطفال البحرين في ظل تفشي جائحة كورونا دفعهم إلى الإقبال على ارتداء الكمامات في مختلف الأماكن التي يرتادونها برفقة ذويهم، خصوصا وأن أولياء أمورهم حرصوا على توفير كمامات ملونة ليقبل الأطفال على لبسها بحب. أنا ما أطلع من البيت إلا وأنا لابس كمام، لأن الكمام هو الشيء اللي يحميني من الكورونا. أنا ألبس الكمام حتى أحافظ على صحتي وصحة الماما والبابا وأختي الصغيرة حتى أكون من فريق البحرين. إحنا نلبس الكمام علشان صحتنا، ودايماً إذا نطلع نلبس كمام علشان يقلل عن فيروس كورونا. أنا ما أطلع بس مع الكمام، والكمام صار صديقي عشان بس صحتي. يأتي التزام الأطفال بلبس الكمام من منطلق اهتمامهم بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من أجل المساهمة في التقليل من الإصابة بالفيروس، خصوصا بين الأطفال. أنا ألبس كمام عشان ألتزم بالقوانين، ولأنه يحميني من كورونا، وبعد عشان أهلي ما يصيدهم شيء. ألتزم بالكمام عشان البحرين، عشان أحمي بلدي وما نصاب فيروس كورونا. أنا مستحيل أطلع بدون كمام، لأن الكمام يحميني من فيروس كورونا. أنا ما أطلع بدون الكمام، حتى ما أروح ولا مكان بدون الكمام. أطفال البحرين بمختلف أعمارهم ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام بكافة القرارات التي يصدرها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، ليكونوا بذلك أنموذجا مشرفا، مؤكدين في الوقت ذاته على أن هذا الوعي نابع من مجتمع متفتح وأولياء أمور عملوا على تعزيز هذه الثقافة بداخل أبنائهم من أجل البحرين. كمامات بأشكال مختلفة تحمل رسوما وشخصيات يعشقها أطفال البحرين، فلبسوها بحب وحرصوا على ارتدائها في كافة الأماكن العامة دون كلل أو ملل، انطلاقا من إيمانهم التام بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من أجل البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.